أهلا بكم. استضافت العاصمة القطرية الدوحة أعمال المؤتمر الدولي عن التغيرات المناخية وحقوق الإنسان الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع عدد من منظمات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وبمشاركة أكثر من 300 من الخبراء والمعنيين بقضايا المناخ. تقرير ثم نبدأ النقاش. الاهتمام بحقوق الإنسان عند بحث إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي مثل الهدف الرئيس من هذا المؤتمر الذي يأتي في وقت تتعاظم فيه المخاطر المهددة لمظاهر الحياة على كوكبنا. فالأطراف المشاركة في المؤتمر تسعى لوضع التوصيات اللازمة المبنية على التعاون الدولي للوصول إلى تنمية مستدامة تحقق متطلبات الفرد من غذاء وصحة وتنقل وحق في العمل وغيرها. هذا المؤتمر جاي يسلط الضوء على هذه الكوارث وحقوق الإنسان التي تأثرت بهذه الكوارث للخروج الحقيقة بتوصيات عملية وتطبيقية للتخفيف من أثار التغير المناخي والتكيف معه، لأن الآن أصبح واقع ملموس يجب أن نتكيف معه. طيب كيف نتكيف معه؟ بوجود التقنيات الحديثة، بوجود العلم، وجود الفكر والتجارب والوسائل والبحوث والدراسات. يقول خبراء المناخ إنه لابد من العمل على ألا يزيد معدل الاحترار العالمي على درجة ونصف درجة مئوية من أجل تقليل الآثار الخطرة للتغير المناخي. أهم شيء بالنسبة لنا هو ربط حقوق الإنسان بالتغير المناخي، وهذا ما نسعى إلى توظيفه في هذا المؤتمر حتى نحسن من حياة سكان الدول الفقيرة. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 70 دولة من الدول الأشد فقراً وهي من الدول الأقل إسهاماً في انبعاث الغازات الدفيئة هي الأكثر تضرراً من التغير المناخي، لذلك بات ضرورياً العمل على سن التزامات قانونية محددة تقلل من الكلفة الباهظة لظاهرة التغير المناخي بحسب المشاركين في المؤتمر. التحديات البيئية والعدالة المناخية ملفات تؤثر على حياة الناس في معظم البلدان وخاصة في الفقيرة منها، لهذا يسعى القائمون على هذا المؤتمر إلى رفع التوصيات إلى الجهات التنفيذية لاتخاذ إجراءات أكثر حسما مع الدول الأكثر تلويثا للبيئة. وهيبة بوحلايس، العربي، الدوحة. وينضم إلينا في استوديو شبابيك استشاري صحة البيئة الدكتور فراج الشيخ الفزاري. أهلا بك ضيفا معنا على برنامج شبابيك. مساء النور. وعليكم السلام. يعني دكتور الفزاري، التغير المناخي وحقوق الإنسان، كيف تم الربط بين هذين الملفين في هذا المؤتمر؟ صحيح، طبعا ما يجمع بينهما كلمة الحقوق. الإنسان له حقوق والبيئة لها حقوق. حقوق البيئة طبعا احنا عارفينها كثيرة جدا وضرورة الحفاظ عليها من أشياء كثيرة، وحقوق الإنسان يعني تنوعت، يعني أهم ما في حقوق الإنسان حسب الأمم المتحدة هي الأمن والأمان والكرامة، ولكن أهم من ده كله السكن والغذاء والماء، وكل هذه الأشياء مهددة بدرجة التغير المناخي بأنها تتلوث. أصبح هناك في تلوث في المياه وندرة في المياه، يعني بلاد ما فيها مياه ومرشحة أنها تفقد المياه بسبب التغير المناخي، وبلاد مهددة بالتلوث ما يحدث في من البيئة من تلوثات نحن عارفينها، وهناك السكن العشوائي وفي ناس لا مأوى لهم، وهذه الحقوق تترابط مع بعضها بعض، وإذا أصلحنا البيئة ربما تقلل هذه المخاطر الأخرى. وهذا طيب هو الرابط، الحقوق. الحقوق، نعم. طيب ما أهم ما طرح من عناوين في هذا المؤتمر، مؤتمر تغيرات المناخية وحقوق الإنسان، وبرأيك ما أهمية انعقاده؟ يعني طبعا المداخلات كانت كثيرة جدا والأوراق كانت كثيرة جدا وكلها تدور في هذا المحور نحن قلناه، ولكن تأتي الأهمية لأنه سبق لحقوق الإنسان أن عملت كتوجيه إنه المنظمات المجتمع المدني لابد أن يكون لها دور في الحفاظ على المناخ، ومن أهمها يعني حقوق الإنسان الوطنية في كل دولة. لذلك دولة قطر بادرت بهذه المبادرة عقد المؤتمر وتكفلت طبعا بكل وشاركت فيه كميات كبيرة،
كل ذلك من منطلق انها لها دور ريادي في هذا المجال، وصراحه لها دور ريادي في هذا المجال، فتكمله لما هو قائم. ويكفي انه دوله قطر فيها وزارة للبيئة والمناخ. وزارة البيئة والمناخ. كيف ترى جهود دولة قطر كفعل أساسي في حماية البيئة من جهة وحماية حقوق المستضعفين أيضا؟ وطبعا في منظمة موجودة حقوق الإنسان ومعروفة بحياديتها الكاملة، هذا شيء مشهود بتواصلنا مع الناس الذين لهم مظالم وكذا، وهو لا توجد في الحقيقة مظالم كبيرة حتى يقال عليها، ولكن الدور الريادي القائمة به في المؤتمرات الكثيرة التي عقدت وشاركت فيها وقدمت فيها، كذلك دور قطر كل مؤتمرات البيئة، وطبعا عقد هنا مؤتمر المناخ في قطر، وخرجت ورقة قطر كانت معروفة، تعتبر هي الورقة الثانية بعد مؤتمر باريس، وده كان دور ريادي في هذا المجال. وبالتالي يعني نقدر نسمي هذا الدور الريادي اللي قامت به قطر، وهذا تأكيد للذي حدث الآن خلال اليومين الماضيين. طيب يعني من خلال الدول والمنظمات الدولية المجتمعة والتي اختتم المؤتمر اليوم يعني منذ قليل، كيف يمكن تعزيز هذا النهج القائم بين جمع بين حماية البيئة وحقوق الإنسان؟ زي ما ربطنا في الأول أنه هنالك الإنسان له حقوق والبيئة له حقوق، إذا حصل توازن. والمشكلة بتجي وين؟ المشكلة يحدث طفرة مثلا في الصناعة وتتناسى أو تتجاهل حقوق الإنسان أثناء هذه الطفرة. لذلك ربطوا بين حقوق الإنسان والطفرة الصناعية، لابد أن يكون هنالك توازن، لابد أن يكون هنالك قانون عالمي يربط ما بين الطفرة الصناعية وما بين حقوق الإنسان العادية. فإذا تجاهلنا هذا الموضوع أصبحت هنالك فجوة، وكان لابد من عقد مثل هذه المؤتمرات تأكيدا لما العلاقة وطيدة جدا ما بين البيئة وكل المتغيرات بما فيها التغيرات المناخية. طيب كيف يمكن أن يقاس التزام الدول والمنظمات التي اجتمعت في هذا المؤتمر يعني بالتزاماتها مع البيئة وحقوق الإنسان؟ والله نقول لك على حاجة، يعني أول مؤتمر عقد عن البيئة سنة 1972 في ستوكهولم، ولا حد الآن عقدت عشرات الاتفاقيات والبروتوكولات، وما في حاجة بارزة يمكن تكون إلا اتفاقية باريس الإطارية، والناس بتنفذ فيها وملتزمين. كثير من الدول بتلتزم بدفع أموال ومساعدة الفقراء، ولكنهم بعد أرض الواقع يعني لا يحدث. لكن في بعض الدول، يعني من ضمن الأشياء اللي ممكن أشير لها هنا، نعم تفضل، في قطر حتستضيف في الفترة القادمة، استضافت دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة دعم الدول الجزرية، يعني عايشة في جزر صغيرة ونامية وتحتاج، وهي قال لنا مو هي دي اللي بتحتاج فعلا، يعني مبادرات مثل هذه يقاس بها مساهمة الدول. في بعض الدول كبيرة جدا ساهمتها بسيطة، يعني مثلا زي أمريكا بتلتزم في كل مؤتمر ب 20 مليار، ولكن العرض الواقع لا شيء لا يذكر، بينما الدول الصغيرة وخاصة دول الخليج ملتزمة ويعني بأشياء إجرائية قابلة للقياس في مساهمتها. ولكن في النهاية طبعا هو التزام أخلاقي وسياسي، وإذا وجدت الإرادة السياسية فسوف يتم كل شيء بإذن الله. طيب إذا وجدت الإرادة السياسية برأيك، يعني هل ستتخذ إجراءات من خلال هذا المؤتمر، إجراءات تلزم الدول التي تساهم بشكل مباشر في تلويث البيئة بالتزامها بحماية التقليل على الأقل من التلوث وحماية المستضعفين والناس المتضررين بشكل مباشر من هذا التلوث، خصوصا في الدول النامية الدول الفقيرة الهشة؟ أقول لك على حاجة، هو الاتفاقيات كثيرة جدا، أم أنها ستبقى حبر على ورق مثل ما نشاهده دائما في ختام معظم القمم المناخية؟ يعني التنفيذ بسيط، مش بنفس المتصور المفروض يكون، ولا توجد طبعا عقوبات من الأمم المتحدة على الدول المتقاعسة عن تنفيذ ما هو موجود، ولكن طبعا هناك في المكان للدولة نفسها، يعني دولة زي الصين هي من أكثر الدول الملوثة،
ومن أكثر الدول المصنعة، والمفروض الالتزام يكون واضح، كذلك الهند، كذلك روسيا، ولكن المساهمات على أرض الواقع قليلة جدا، بينما الدول الصغيرة كثيرة جدا. الدول الصغيرة محتاجة تكنولوجيا، محتاجة لمعلومات، محتاجة لمساعدات، ولكن المساعدات كمان أنت ما تنسي بتدخل فيها النواحي السياسية. يعني مثلا دولة زي إسرائيل في أشياء كثيرة جدا مضرة بالبيئة وكلنا بنعرفها، وفيها مفاعل نووية، لكن من الذي يقدر يحاكمها، ومن الذي يقدر إذا كانت تجد حماية من الدول الكبرى؟ فمثل هذه الأشياء مربوطة بالسياسة، يعني يمكن الناحية الأخلاقية موجودة، ولكن السياسة تأثر كثير في تنفيذ ما هو معلوم. يعني هي الدولة، يعني في مثال قديم لسقراط يقول لك الإنسان يرتكب ما يرتكب الخطأ إلا لأنه بيجهله. نحن هنا بنرتكب الخطأ وعارفين. نعم. هذه المشكلة. طيب سؤال أخير، برأيك ما أهم وأبرز التوصيات والمقترحات التي يعني خرج بها هذا المؤتمر؟ طبعا أنا كنت متواصل في الحقيقة مع الجماعة، وكانت توصيات لحد ما جيت دخلت هنا، لسه ما كانت طلعت يمكن في دور الصياغة، ولكن أكيد يعني لن تخرج هذه المقترحات والتوصيات عما طرح فيها من نقاشات. نعم. كانت كثيرة جدا. فأنا هنا ممكن تقريبا المخرجات صدور بيان، حيطلع بيان باسم دور بيان الدوحة لحقوق الإنسان بشأن التغيير المناخي والكرامة الإنسانية، من المؤكد يطلع بيان ويسمى بيان الدوحة. ضرورة التوازن بين النشاط الإنساني وتوازن البيئة، لابد أن يكون هنالك أشياء ملزمة حتى يكون هنالك التوازن موجود. إذا وجد التوازن فعلا كلنا نكون يعني قضينا كثير من المشاكل، ولكن عدم وجود هذا التوازن هو الذي يخلق المشكلة. وضع إطار قانوني لمشكلات البيئة بيواكب ودي اللي أنت قلتيها، لابد من وضع إطار قانوني. نعم. للمشكلات البيئية يواكب التغيرات المناخية. فإذا نحن قدرنا نوازن ما بين الاثنين وإلزاما قانونيا، نقدر نحقق ما طرحه المؤتمر من توصيات ومن نقاشات كانت في الحقيقة في غاية الأهمية، وكانت في غاية العلمية، يعني نقاشات كانت راقية جدا، ونتمنى نجاح مثل هذا. نعم، نتمنى ذلك أيضا. شكرا لك دكتور فراج الشيخ الفزاري، استشاري صحة البيئة، على هذه المشاركة وحضورك معنا في برنامج. شكرا جدا للاستضافة، ونتمنى كنا أضفنا شيء عن شكرا لك.